تفسير رؤية اللون الأحمر في المنام. دلالات رؤية اللون الأحمر في الحلم تختلف سواء تمت رؤية الفستان الأحمر أو رؤية الحجاب الأحمر أو رؤية الميت يلبس الأحمر. دلالات رؤيته في الحلم يرمز غالبا إلى الحب وتختلف حسب حالة صاحب الرؤيا. تابعوا معنا. تفسير رؤية اللون الأحمر في المنام يدل على الوسامة والوجاهة، فقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وكان يرتديها، ولكن في التفاسير لابن سيرين والنابلسي وغيرهم كرهوا اللون الأحمر للرجال في المنام، كرهوه عفوا. تفسير رؤية اللون الأحمر في الملابس للمتزوجة. رؤية الملابس الحمراء في المنام للمرأة المتزوجة خير كثير ورزق وسعادة. وللفتاة الملابس الحمراء تدل على خطبة أو زواج، ولكن الملابس الحمراء للمريض غير محببة، فرؤيتها في المنام للمريض موت. كذلك رؤية اللون الأحمر في ملابس الرجال غير محببة، فتدل على المجون واللهو والفسق وأماكن الرقص، إلا إذا كان أميرا للبلاد أو ذو سلطة فهذا يدل على وجاهته وكسب بعض الأموال. كذلك الملابس الحمراء في المنام محببة إذا كانت في مناسبة سعيدة كالأفراح والأعياد كعيد الميلاد وعيد الفطر والأضحى وأعياد المسيحيين. قد يدل اللون الأحمر في الملابس على سوء الأخلاق والحقد والحسد. تفسير رؤية اللون الأحمر في الملابس للعزباء. يرى المفسرون أن اللون الأحمر للعزباء يعبر عن الحياة الجديدة والفرح والسرور، فالنساء تستخدم اللون الأحمر في كثير من مقتنياتها الشخصية في ملابسها والأحذية ومستحضرات التجميل كأحمر الشفاه وأحمر الخدود وخلافه. رؤية العزباء وهي ترتدي فستان أحمر جيد إذا كان طويل، فيدل على صلاح في الدنيا والدين مع وجود بعض اللهو. ولكن إذا كانت الرؤية للعزباء ترتدي فستان أحمر قصير، فقد قال بعض المفسرين أن هذه الرؤية غير جيدة وتدل على تقصيرها في دينها وكذلك الضعف في صحتها. قد تدل هذه الرؤية على تقدم عريس غير كفء لها وتعاني بعض المشاكل العاطفية معه ويسبب لها آلام نفسية. تفسير حلم الفستان الأحمر الغامق أو الفاتح للمطلقة. كما أسلفنا الذكر أن اللون الأحمر في الرؤية جيد للنساء جميعا إلا في بعض الحالات القليلة النادرة. فإذا رأت المرأة المطلقة في منامها أنها ترتدي فستان أحمر، فهذا يدل على أنها سوف ترزق بزوج صالح وتعيش معه في سعادة وفرح، أو سوف تدخل في علاقة عاطفية مفعمة بالحب سرعان ما تكلل بالخطوبة ثم الزواج. ورؤية الفستان الطويل أفضل من القصير، وفي كل خير تفسير اللون الأحمر الغامق في الحلم. تفسير حلم الفستان الأحمر للحامل. هو لا يختلف كثيرا عن التفسيرات السابقة، فهو بشرة خير ورزق وبشارة بأن المولود المنتظر أنثى جميلة ومعها بهجة وسرور. تفسير حلم البلوزة الحمراء للعزباء. اللون الأحمر للمرأة العزباء أخبار مفرحة سواء كانت في الحذاء أو حقيبة اليد أو في مستحضرات التجميل أو في الملابس. فتفسير حلم ارتداء بلوزة حمراء أو جاكيت للعزباء هو خبر سار وزوج وسيم ومرح. إذا أهداها هذا الشخص البلوزة أو عدة بلوزات، فكانت الرؤية أوضح بأن هذا هو الحبيب والزوج المنتظر، كما أن البلوزة تفسر على أنها حياة جديدة خالية من الكدر مليئة بالمسرات، فلا شيء يغير صفوها.